يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم دعم ادعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واختكني فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلي يا ربنا عليه فسبحانك انت النور ورسمت لنا الحياة بالنور وقلت لنا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فالنور هو المصطفى والكتاب المبين هو القرآن يا ربنا يا من قبضت قبضة من نورك وقلت لها كوني محمدا وقلت في القرآن الكريم لرسول الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور سيدي يا رسول الله يا صاحب الحوض المورود يا صاحب المقام المحمود يا صاحب الخلق المعهود يا شهيدا على الأنبياء يوم القيامة وهم شهود يا صاحب الحوض يا صاحب الحوض كم للناس من أمل في ورده يوم تسقي منه كل ظمي لواءك الحمد يوم الدين ترفعه يمناك يا سعد من تلقاه بالدعم أنت الشفيع لنا في يوم شدتنا تقوم وحدك كل الرسل لم تقم يقول كل نبي من تهيبه نفسي فتسجد أنت للرحمن من أممي تقول أنت لها يدعوك خالقنا اشفع تشفع هنا للخير كلهم سيدنا النبي في ذكره ماذا أقول والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عددا ولا الشعراء يا غوث الندى طه 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 صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا رب هب لي من لدنه شفاعة واجعل كتابك حجة لي شاهدا في يوم ذكرى مولد الحبيب في يوم ذكرى مولد الهدى في يوم ذكرى مولد النور في يوم ذكرى مولد النبي في يوم ذكرى مولد الرسول في يوم ذكرى مولد الشفيع
يسعد الجميع بمولد الحبيب المصطفى وتتصادف الذكرى في يوم وفاة شيخنا وقدوتنا وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن بدوي مؤسس الساحة المحمدية والطريق المحمدي. فبدعوة من شيخنا عبد الرحمن وشيخنا سعيد عبد الرحمن حضر عاشق اهل القرآن، اني لأشكر لمن شرفونا الان حد سامي البغلي القلق الشيخ عمرو برعي والسيد العمدة مسعد طه سعد طه ببنقص والشيخ عمرو برعي والسيد المستشار وليد الطناني، وكذلك اشكر للأدخاء احمد جمال ياسين شيخ الطريقة الاحمدية المرز وكل من شرف من احباب القرآن ورجال الساحات. ايها السادة لنبدأ جمعنا، طبعا كله مستني ابو الشميس ومستني الفتوة طه النعماني، لكن نبدأ بواحد فتوة القليوبية الشيخ محمد رمضان عبد العزيز، الاسم غالي والمعدن عزيز. واشكر لسيدنا الشيخ احمد عبد الله عمران، وهيا بنا الى ساحة القرآن والشيخ محمد رمضان عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بسم الله الرحمن الرحيم كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في
لقد أحضر وعدكم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحضر وعدهم عدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا
وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. فإنما يسرناه بلسان لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن ذاك منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طه القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى على العرش استوى الرحمن على العرش
العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى جهر بالقول فإنه يعلم يجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله حديث موسى فقال لأهلهم كن
فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وهل أتاك حديث موسى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما فلا
ليصدنك عنها بل لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. صدق الله العظيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه سبحان من سماك طه وسماك محمد وسماك أحمد وناداك ياسين لما تيسر من خواتيم سورة مريم وفواتح سورة طه. تلا علينا صاحب الاسم الغالي والقدر العزيز شيخنا محمد رمضان عبد العزيز ابن قرية نوى قليوبية. شاكرين فضيلته وحضراتكم جميعا باسم رواد الساحة المحمدية الالهية فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمد بدوي وفضيلة الشيخ سعيد عبد الرحمن. ايها السادة في ذكرى الحبيب النبي في ذكرى مولد الهدى والنور في ذكر رسول الله سعد الزمان اليوم حال الموعد بانت لنا بشراه جاء المولد واطل نجم في السماء بنوره في مثل هذا اليوم جاء محمد ايوان كسرى ما له متصدع نار المجوس وما لها لا توقد ولد ابن عبد الله لم يأنس به وله الحفاوة والعلا والمحفظ ولد اليتيم لم يأنس به وله الحفاوة والعلا وله على الدنيا يد بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد إيوان كسرى ما له متصدع نار المجوس وما لها لا توقد ولد ابن عبد الله وله على الدنيا يد بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد.